مليون زيارة شهريا لموقعك من بحث جوجل باستخدام برنامج رهيب. هذا البرنامج من أفضل برامج الحصول على ترافيك مجاني لموقعك أو مدونتك من بحث جوجل تحديدا. باستخدام هذا البرنامج يا شباب، زي ما حضراتكم شايفين كده، بنقدر نختار أنواع المتصفحات اللي جاي لك منها الزيارات بكل سهولة، زائد إنك بتقدر تنوع الأجهزة المستخدمة في الحصول على الترافيك. كمان هتكون كل الزيارات من IP-هات مختلفة، لأن أنا في الفيديو ده يا شباب هديلك قائمة فيها حوالي أكتر من 1000 بروكسي حضرتك هتضيفهم بضغطة واحدة على الأداة، ويبدأ البرنامج بتشغيل هذه البروكسيات تلقائيا للحصول على زيارات حقيقية وIP مختلف لكل زيارة. وبالطريقة دي كل زيارة هتكون من زائر مختلف ومن IP مختلف وأيضا من جهاز مختلف، زائد إنك كمان بتقدر تحدد إن الزيارات تجيلك من بحث جوجل وكمان بكلمات مفتاحية أو كلمات رئيسية حضرتك اللي بتضيفها داخل البرنامج. وبكده بنقدر نحصل على ترافيك مجاني وحقيقي 100% للموقع أو المدونة بكل سهولة. الجميل كمان في البرنامج يا شباب ان البرنامج بيتنقل داخل المدونة بتاعتك او الموقع، بمعنى انه بينقل على كل روابط الصفحات الموجودة داخل موقعك، وبكده بتكون كل الزيارات زي ما حضرتك شايف هنا كده على كل الصفحات اللي موجودة داخل المدونة وليس على الصفحة الرئيسية فقط او صفحة معينة داخل المدونة. عايز اقول لحضرتك ان البرنامج ده فعلا من افضل برامج الحصول على ترافيك مجاني، وهيفوتك كتير جدا لو ما شاهدتش الفيديو ده للنهاية علشان تقدر تحصل على البرنامج. كمان لك عندي هدية في نهاية الفيديو، انا هديلك ملف اعداد كامل حضرتك هترفعه مباشرة على الاداة، هيقوم برفع كل الاعدادات اللي حضرتك محتاجها علشان تظبط اعدادات البرنامج تلقائيا من غير حضرتك ما تكتب اي حرف داخل البرنامج. كل اللي حضرتك هتعمله بعد ما ترفع الملف على البرنامج انك هتغير فقط الرابط الموجود بالرابط الخاص بحضرتك او برابط الموقع او المدونة الخاصة بحضرتك. مش معنى كده ان البرنامج صعب ومعقد، بالعكس خالص، البرنامج سهل جدا يا شباب، ولكن انا حبيت اسهل على الناس اللي ما عندهاش وقت انها تظبط اعدادات البرنامج بان انا اقدم لك بديل، وهو ملف الاعداد اللي اتكلمنا عليه. وعلشان كده وعلشان ما اطولش على حضراتكم اكتر من كده، يلا بينا نبدا الشرح. ولكن في البدايه رجاء لو حضرتك استفدت من الفيديو ومن الشرح، يا ريت تدعمنا بلايك وشير علشان الفيديو يوصل لغيرك ويستفيد. ولو حضرتك لسه اول مره تشوف القناه، يا ريت تشرفنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا شباب، انا اخوكم احمد الزاوي ودي قناة نت بروفيت، قناة متخصصة في شروحات مواقع الربح من الانترنت. طبعا يا شباب اي روابط بنذكرها في الشرح بتكون موجودة في الديسكريبشن اسفل الفيديو او في اول تعليق. بعد ما بتضغط على الرابط بينقلك على صفحة التحميل بالشكل اللي حضرتك شايفه ده، بننزل هنا كده وبنضغط على داونلود فري. وعلى فكرة دي هتكون طريقة تحميل اي برنامج موجود عندنا على القناة، سواء شرحناه في فيديوهات سابقة او لسه هنشرحه في الايام الجاية ان شاء الله، علشان الناس اللي بتقولك احنا ما بنقدرش نوصل للادوات. بعد ما توصل للصفحة دي حضرتك بتضغط على داونلود فري. لو فتحت لك نوافذ مختلفة عن النافذة دي حضرتك بتكنسلها وبترجع للنافذة دي مرة تانية. هنا بننتظر اعداد الثواني ده يخلص، وبعد كده بنضغط على انا لست برنامج روبوت. طبعا هنا بتظهر لك احيانا نوافذ منبثقة حضرتك بتقفلها وبترجع تاني للصفحة. بعد ما خلص عداد الثواني يا شباب وضغطنا على انا لست برنامج روبوت، اخر حاجة بنضغط على كرييت داونلود لينك، بنقلك على اخر صفحة، صفحة التحميل. ولكن ممكن تظهر لك نوافذ منبثقة زي اللي حضرتك شايفها دي كده، بنكنسلها وبنضغط مرة تانية، كنسل دي واضغط مرة تانية لغاية ما ينقلك للصفحة اللي حضرتك شايفها دي، ودي اخر حاجة. وهنا حضرتك بتضغط في المكان ده كده بدأ البرنامج يتحمل، وطبعا البرنامج بيتحمل كملف مضغوط يا شباب، وبعد كده بنفك عنه الضغط. ولو حضرتك مش عارف طريقة فك ضغط الملفات، ممكن تشوف الفيديوهات اللي فاتت اللي ليها علاقة بنفس الموضوع، الزيارات للمواقع، هتلاقي طريقة التحميل. طبعا هتنتظر لما الملف ينتهي من التحميل. بعد تحميل الملف يا شباب بيكون عند حضرتك بالشكل ده، ولكن مش هو ده البرنامج، احنا بنشرح بس طريقة التحميل، هي هتكون نفس الطريقة. بعد ما هنفك الضغط عن الملف يا شباب هتبدأ تسطب البرنامج عندك على الجهاز، وده هيكون شكل البرنامج عند حضرتك على الديسكتوب بعد التسطيب. دلوقتي يا شباب هنضغط مرتين كده على البرنامج وهنبدا ان احنا نفتح البرنامج. بعد ما فتح البرنامج يا شباب بيكون بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. طبعا ما تتخضش من واجهه البرنامج، برنامج بسيط جدا. قبل ما نستخدم البرنامج يا شباب في البدايه عايز اقول لحضرتك، لو انت مفعل اعلانات جوجل ادسنس على موقعك فبلاش تستخدم اي نوع برامج من البرامج اللي احنا بنشرحها نهائيا، لان ده هيضر حساب جوجل ادسنس الخاص بحضرتك. ولكن لو المدونه بتاعتك او الموقع لسه جديد
وحابب ان انت تسرع الارشفة وتساعد جوجل انه يتعرف على موقعك اسرع وتظهر موقعك في محركات البحث بشكل افضل، فتقدر تستخدم البرنامج معانا لغاية لما توصل لتفعيل الاعلانات على موقعك، وبعد كده ما تستخدمش اي برامج من اي نوع احنا بنشرحه على القناة، لان ده كله بيضر بحساب جوجل ادسنس. دلوقتي يا شباب علشان تبدأ تستخدم البرنامج، طبعا هنا بيطلب منك رابط الموقع او المدونة او المقال او اي شيء حضرتك عايز تروج له وتعمل له ترافيك، فنضيف هنا رابط الموقع او المدونة. بعد كده هننزل علشان نختار الترافيك يا شباب، فهنيجي هنا نضغط على اورجانيك ترافيك، وبتفتح لنا الخيارات اللي حضرتك شايفها دي. هنا في قائمة لمحركات البحث، ولكن احنا هنختار بحث جوجل، وبعد كده هنبدأ في المكان ده نضيف الكلمات المفتاحية. طبعا تقدر تنسخ مجموعة كلمات مفتاحية مفصولة بفواصل، والبرنامج تلقائيا هيصنفها لك هنا بالترتيب زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. على سبيل المثال انا جبت مجموعة كلمات مفتاحية مفصولة بفواصل، ترجمتها باللغة الانجليزية، وهنسخ المجموعة دي كلها، وهروح على البرنامج وهاجي في المكان ده هضيف كل الكلمات المفتاحية زي ما حضرتك شايف كده، وهي مفصولة بفواصل وباللغة الانجليزية، وبعد كده اخر حاجة هضغط على اد. شوف بقى البرنامج هيعمل معانا ايه دلوقتي. هنضغط على اد، زي ما حضرتك شايف كل كلمة اصبحت في سطر لوحدها، هو رتب كل الكلمات او كل الكلمات المفتاحية على اساس ان هو يصنف الزيارات. لو حضرتك ملاحظ هنا رابط الموقع، هنا عنوان الموقع، وهنا ده اسم الموقع، بعد كده اورجانيك ترافيك، وهنا الترافيك ستور من بحث جوجل زي ما حضرتك شايف، وهنا الكلمات المفتاحية اللي بتضيفها حضرتك، كل الكلمات اتضافت عن طريق النسخ واللصق فقط بنقرة واحدة. قبل اي حاجة يا شباب احنا بنكون هنا على سيو جنرال ترافيك. بعد كده في حاجة اسمها جيو لوكيشن، هنضغط عليها، وهنا حضرتك بتضيف قائمة البروكسي اللي عند حضرتك. لو حضرتك عندك قائمة بروكسي بتبدأ تضيفها في المكان ده، ولكن هنا انا هدي لك بديل، انا هديك حوالي 1000 بروكسي جاهزين للرفع مرة واحدة من خلال ملف الاعداد اللي قلت لحضرتك عليه في بداية الفيديو. فخليني بس اديك فكرة عن الحاجات دي، وبعد كده كل ده هيتضاف تلقائيا قدام حضرتك زي ما هتشوف. ده المكان اللي بتضاف فيه البروكسي او الاي بيهات اللي بيجي لك منها الزيارات. بعد كده نضغط على بلاتفورم، وهنا حضرتك بتقدر تصنف انواع الاجهزه. على سبيل المثال لو هنا اخترنا مثلا جوجل كروم، بعد كده بنختار ويندوز مثلا، وبعد كده بتختار اصدار المتصفح من هنا. الاختيارات دي بمجرد ان انت بتختار اي حاجه هو بيطابق لك بقيه الاختيارات اللي هي تنفع تكون للجهاز دوت. يعني انا مثلا لو اخترت هنا فيرسيون مختلف، وجيت هنا اخترت مثلا ويندوز 10، وبعد كده اخترت مثلا الريزوليشن او مقاسات الشاشه بتاعه الجهاز، واضغط على اد، بيضيف هو تلقائيا الجهاز. اختار جهاز تاني مثلا، ممكن اختار موزيلا فايرفوكس. لو حضرتك لاحظت هو غير هنا الفيرسيون، ده القصد اللي انا عايز اوصله لحضرتك. اختار الجهاز، هو بيصنف لك كل الاعدادات بتاعته بيجهزها لك. على سبيل المثال هنختار مثلا موزيلا فايرفوكس، وبعد كده ممكن نختار ويندوز، وهنا ممكن نختار اي اصدار تاني، ونقول مثلا ويندوز 8 ريزوليشن، وغير الريزوليشن، وهنضغط على اد. زي ما حضرتك شايف الجهاز التاني اتضاف. تقدر تضيف اجهزه كتيره جدا، مثلا هنا ممكن نختار مايكروسوفت ايدج، ونختار مثلا اندرويد سامسونج فون. هنا بيغير لك زي ما حضرتك شايف الاصدارات، هنخلينا على الاصدار ده، وتختار الريزوليشن وتضغط على اد. ولكن انا بس بدي لحضرتك فكره، وكل الاعدادات دي موجوده في الملف اللي احنا هنرفعه مع بعض حالا. بعد كده بنيجي على السيتنج من هنا، وهنا حضرتك بتقدر تضيف توتال ترافيك من كل اي بي. في المكان ده حضرتك بتضيف انواع البروكسيات، المده الزمنيه ما بين الزياره والثانيه، مده الزياره نفسها بتقدر تحددها في المكان ده. طبعا كل دوت زي ما قلنا موجود في الملف اللي انا قلت لحضرتك عليه. طبعا البرنامج يا شباب اعداداته كتيره وشغله كتيره جدا، وده مش هيكون فيديو واحد، هيكون اول فيديو للبرنامج. احنا النهارده بس هنتعرف على البرنامج سريعا، وفي الفيديوهات اللي جايه هنقوم بعمل حملات كامله على البرنامج. زي ما قلنا هنا في السيتنج يا شباب بنظبط بعض الاعدادات زي المده الزمنيه للزياره او عدد الزيارات اللي جايه من نفس الاي بي، كمان المده ما بين الزياره والاخرى. كل ده حضرتك بتقدر تظبطه من المكان ده، وهنشرحه في الفيديوهات اللي جايه بالتفصيل. ولكن انا كل اللي عايزه ان انت تحمل الملف، ملف الاعداد اللي انا مجهزه لك، لانه ده هيسهل عليك الشغل وهيخليك تبدا الشغل على البرنامج من غير ما يكون عندك اي خبره مسبقه في البرنامج او انك تتعرف عليه قبل كده. كل المطلوب مع حضرتك دلوقتي بقى بعد ما تحمل ملف الاعداد هتضغط على علامه فايل الموجوده دي هنا يا شباب، وده هيكون شكل الملف عند حضرتك بعد ما تحمله وتفك عنه الضغط. على فكره هو بيكون ملف مضغوط نفس الكلام زي بالظبط البرنامج نفسه، بتفك عنه الضغط وبيظهر معاك بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. بنحدد الملف ده وبتضغط على اوبن،
وبعد كده بنضغط على لو حضرتك كنت ملاحظ ما كانش فيه اي اعدادات هنا، دي كلها اعدادات اتضافت تلقائيا، زائد ان احنا لو دخلنا على بلاتفورم من هنا زي ما حضرتك شايف كده في البلاتفورم كل الاجهزه اللي انا قلت لحضرتك عليها داخل الملف موجوده ومتضافه تلقائيا وكلها اجهزه متحقق منها متنوعه. لو رجعنا على جيو لوكيشن وده طبعا قلنا الجزء الخاص بالبروكسيات وبالاي بيهات، زي ما حضرتك شايف قائمه البروكسي كلها اتضافت كامله مفيش اي مشكله، حوالي 1000 بروكسي ودول بيتم التبديل بينهم علشان تقدر تحصل على زيارات حقيقيه. قائمه كبيره جدا من البروكسيات هتتضاف تلقائيا بمجرد ان حضرتك تحمل الملف وتضيفه بالشكل اللي حضرتك شفته معانا دلوقتي حالا. لو حضرتك عايز تضيف بروكسي يدوي بتضيفه في المكان ده وبتضغط على لو عايز ترفع ملف بروكسيات موجود عند حضرتك بتضغط على العلامه دي وبعد كده بتختار الملف بتاعك وبتضغط على اوكي بيتم رفع الملف. ولكن انا بنصحك انك تشتغل بملف الاعداد اللي انا جهزته لك، كده انت هتسهل على نفسك كل حاجه لان انت مش هتظبط اي اعدادات تانية على البرنامج. بعد كده يا شباب اخر حاجه بعد ما ظبطنا وتاكدنا من كل الاعدادات طبعا ما تنساش انك تشيل الرابط ده الرابط اللي هتلاقيه موجود تلقائيا بعد ما حضرتك هترفع ملف الاعداد. طبعا هنحذف الرابط ده نهائيا وهتضيف هنا رابط الموقع بتاع حضرتك وهنا هنختار اورجانيك وبعد كده هنختار بحث جوجل، هنضيف كل الكلمات المفتاحيه مفصوله بفواصل في المكان ده وباللغه الانجليزيه واخر حاجه هنضغط على اد. زي ما حضرتك شايف هو ضاف كل حاجه في المربع اللي تحت ده تلقائيا. بعد كده لو دخلنا على الجيو لوكيشن هنا البروكسيات زي ما حضرتك شايف اللي رفعناها من الملف تلقائيا، بعد كده بلاتفورم ادي انواع الاجهزه كلها تمام، بعد كده هنضغط على سيتنج هنا طبعا المده الزمنيه وعدد الزيارات توتال ترافيك زي ما حضرتك شايف حوالي 10 مليون زياره هتجيلك من الحمله دي المده الزمنيه ما بين الزيارات، كل حاجه هنا تمام مظبوطه. كل المطلوب من حضرتك دلوقتي ان حضرتك تضغط على ران اخر حاجه وبتبدا تضغط على ستارت. شوف بعد ما نضغط على ستارت ايه اللي هيحصل. كده احنا كل اعداداتنا مظبوطه يا شباب وهنضغط على ستارت زي ما حضرتك شايف كده دي تفاصيل الحمله بتاعتك تظهر لك فوق وبعد كده الزيارات بتبدا هنا زياره زياره ومن كل زياره زي ما حضرتك شايف بتلاقي اي بي مختلف. كده الحمله دي بدات زي ما حضراتكم شايفين كده تحت 10 مليون زياره ودي كانت اول زياره هي زي ما حضرتك شايف كل زياره باي بي مختلف وجهاز مختلف. وممكن من السيتنج هنا حضرتك تخلي المكان ده زياره واحده من البروكسي او من الاي بي، هنا انا عاملها 3 زيارات انت ممكن تخليها زياره واحده فقط. لو رجعنا لران كده احنا دلوقتي تاني زياره دلوقتي الزياره الثالثه، هو علشان انا مخلي كل اي بي يديني 3 زيارات زي ما حضرتك شايف كده هو 1 2 3 من نفس الاي بي، بعد كده هتختلف الزيارات. حضرتك ممكن تعملها زياره واحده من كل اي بي علشان ما تكونش في عندك زيارات متكرره، يعني الزياره الرابعه اللي هتظهر دلوقتي يا شباب هتكون من اي بي مختلف، انتظر بس الزياره الرابعه تخلص. زي ما حضرتك شايف كده الزياره الرابعه من اي بي مختلف خالص نهائيا غير الاي بي الاول، لان انا طبعا محدد زي ما قلنا 3 زيارات من كل اي بي، بالاي بي الاول عمل 3 زيارات وبعد كده الاي بي الثاني هيبدا يعمل 3 زيارات زي ما حضرتك شايف، وزي ما قلنا حضرتك تقدر تخليها زياره واحده بس لكل اي بي. طبعا يا شباب دي مش كل حاجه عن البرنامج زي ما قلت لحضرتك، احنا النهارده بنتعرف بس على البرنامج ومن خلال ملف الاعداد اللي انا قلت لحضرتك تحمله وترفعه على البرنامج انت مش محتاج انك تظبط اي اعدادات وكده بتكون ظبطت كل اعداداتك تمام مفيش اي مشكله. وفي الفيديوهات اللي جايه هنكمل مع بعض اكتر من شرح البرنامج. كده شباب نكون وصلنا لنهاية شرح النهاردة، يا ريت لو عجبك الموضوع ما تنساش دعمنا بلايك وشير علشان غيرك يستفيد، ولو حضرتك لسه أول مرة تشوف القناة يا ريت تشرفنا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. شكرا لكم وكان معكم أخوكم أحمد حمزاوي من قناة نت بروفيت.